وقت اللي بيقول العلم انه 3/4 ثروتنا المائية هي مخزنة جوفيا، ايه ممنوع على سياسة يجي يقول انا بدي اعمل تخزين سطحي. بس في سياسة طلع وقال هالشي رغم العلم. نحن بلبنان ما في عنا حل لنحافظ على مياهنا السطحية الا بتخزينها بالبحيرات والسدود. من بعد ما لوثنا وهدرنا مياهنا الجوفية وصرف المليارات من وقت ما اطلق مشروع السدود بلبنان بال2012 ودمر احراج ليبني سدود ما بتجمع مي. هالسياسة ما كان همه المي، كان همه مطرحه على السفينة. انت جيت على التايتانيك على السفينة من بعد ما ضربت بالايسبرغ بالجليد مش قبل. الحقيقة هي انه بس وصل على السلطة ما لقى التايتانيك عم تغرق، لقى انه الصفقات والقطاعات اكترى صارت موزعة، فكان لازم يفتش على طرق جديدة للمشاريع والتنفيعات. وبس تنسى طرق الربح المألوفة بيبقى تدمير البيئة أحلى حل لتحقيق المكاسب. في ناس عملوا مقالع وكسارات، في ناس ردموا البحر، وفي ناس قرروا يبنوا سدود. بالستينات كانت السدود على الموضة وكانت عنوان للفخر والوطنية ولأمجاد الزعماء يلي بيبنوها. بس العلم تطور من وقته وبطلت السدود دايما هي الحل الأفضل، خصوصي ببلدان مثل لبنان ثروتها هي بمياهها الجوفية مش السطحية. الثروة المائية وين موجودة؟ مثل ما قلنا بجبالنا. التخزين جوفي 3 مليار متر مكعب هي مياه جوفية سنوية، هيدي متجددة. وما بقي من عظمة السدود إلا محاولات لبناء زعامة ودمار بيئة ومساحات من البطون ما قادرة تجمع مي، مثل سد المسيلحة. مثل ما اليوم كل اللبنانيين عم بيتمشوا على درب المسيلحة وعم بيمروا حد سده، ما حدا بيجي بيعمر فوق طبقات طينية، جايين حاطين فوق بطون كبسينا وجايين حاطين فوق المناء كمان مي، هالطين كله ظهر وفات بقلب كسر أرضي. الموقع أصلا غلط فوق طبقة طينية والموقع كمان غلط لأنه حد كسر أرضي. وسد بريسا 12 سنة شغل 26 مليون دولار ولا نقطة مي لأنه بيزرب من الكعب. ليه؟ لأنه البنية الجيولوجية هناك غير مناسبة، صخر مفسخ ما بنجي بنبني فوقه سد. وسد القيسمانة ما في لا نبع ولا نهر ماري، مياه الشطف تبع الصخر اللي بتيجي بعد التلج بدهم يخزنوها، انه هذه بدل ما يصير في شيغور حمينا بنشيلهم بنحطهم بالخزان. وسد جنة شفنا 3 كسور ارضيه فايتين ببعضهم هيك، قال لي هون هون مصفيه، حدا بيعمل سد فوق مصفيه يعني. وبقعات كنعان واهل بقعاتها والمتن بيستفيدوا من سدها. اجوا في حرش سنوبر تاريخي هونيك شيلوه، بين الرمل، اجت الشتاء الرمل صار يزحل والضيعه كلها صارت تزحل، طاعوا حطوا حيطان دعم، حطوا حيطان دعم، راحت الحيطان. وسد بلعة كيف بدنا نتعمل خزان فوق بوليع؟ يعني الطبيعة جاية عم تقلك هيدي المي هون أنا عم خزن لك إياها تحت، المي الزايدة اللي فوق عم خزنها تحت، تيجي أنت بعكس الطبيعة بك تيجي تخزنها فوق. وأخيرا سد بسرة، نحن حفرنا 4 أبار ببسرة، كل بير 150 متر، مي قد ما بدك فيه. إذا كميات المي الضخمة موجودة لشو بدي أعمل سد بسرة أنا فوق؟ ما المي تحت، لشو أنا بلحق المي؟ الطبيعة اللبنانية مش مناسبة للسدود، والطبيعة اللبنانية مش ناقصة بطون. سد المسيلحة الفاضي آخر إنجازات هالمجزرة البيئية، ولا قادر يكون سد ولا قادر ينقذ زعامة عم تغرق.